ما تخافش حبيبي، ما تخافش. ممكن ساعتك نكلم بهاء بيه؟ أبشر يا سليم. خير؟ كل خير إن شاء الله. خلاص لقينا طريقة نخرجك بيها من مصر. طب الحمد لله. أنا هكلم غادة بقى خليها تجهز. لا لا، أنت هتسافر لوحدك، وبعد شوية إن شاء الله إن شاء الله يعني هنلاقي طريقة نخليهم يحصلوك. لوحدي يعني إيه يا شيخ جابر؟ أنا مش رايح حتة من غيرهم، رجلهم على رجلي، وده كان اتفاقنا. يا ابني أنت ليه عايز تأذيهم؟ أنا مش قلت لك لازم تبعد عنهم عشان تعرف تحميهم؟ وابعدت عنهم؟ أنا بقالي 5 شهور بعيد عنهم يا شيخ جابر، لكن أسافر من غيرهم كمان ده مستحيل. شوف يا سليم، أوعى تكون فاكر يا ابني إن الخروج من مصر حاجة سهلة ولا بسيطة، لأ. أنت ما تعرفش إحنا عملنا إيه علشان نعرف نسفرك. وأنت مفيش حاجة طلبتها مني وقلت لك عليها لأ، لكن أسافر من غير مراتي وابني مستحيل. وده آخر كلام عندي. على راحتك يا سليم. خليك بس اعمل حسابك، لو ما سافرتش مش هتخرج من هنا غير على مكان واحد بس، السجن. أنا متشكر قوي ليكوا، حقيقي مش عارف أقول إيه. على إيه؟ ده شغلنا، والحمد لله إن هو رجع بالسلامة. علي، إحنا هنسافر النهاردة، ملناش قعاد هنا بعد اللي حصل. حاضر، هروح أحضر أنا الشنط وإنت هات لنا تذاكر طيارة. يا ريت أول ما تجهزوا تبلغونا عشان نجيب عربية لحد باب البيت، تاخدكوا وتوصلكوا لحد المطار. وحمزة فين؟ ما جاش ليه؟ حمزة حصل له حاجة؟ حمزة قتل جابر؟ أيوة. طيب طيب، هكلمك بعدين. أنا آسف سيادتك إني دخلت بالطريقة ديت، بس تعال. تعال. اتفضل يا فندم. دلوقتي لازم نبقى متفقين ان لا جابر ولا سليم هيظهروا الفتره اللي جايه خالص، ولا احنا كمان عندنا طريقه نوصل بيها للمكان اللي هم مستخبيين فيه. بس مش معنى كده ان هم ساكتين، لا، اكيد بيجهزوا لحاجه جديده او لخطه يهربوا بيها بره مصر. احنا بقالنا 5 شهور، 5 شهور مراقبين اي حد ليه علاقه بجابر وسليم، وبرضه ما وصلناش لاي حاجه. انا عندي اقتراح. الاقتراح ده ممكن يوصلنا لجابر وسليم، او بالمعنى الاصح جابر وسليم هم اللي هيجوا لغايه عندنا. احنا لازم نديهم هدف. هدف؟ هدف ايه؟ هدف يكونوا بيتمنوا يوصلوا له علشان يغتالوه. الهدف اللي انا بقترحه هو سياده اللواء صبري. انا عارف ان الاقتراح اللي مقدمه حمزه صعب جدا، بس انا موافق عليه، لان انا اكتر واحد جابر عايز يغتاله، ولو ادينا له الفرصة أكيد هيحاول مرة تانية. وكل اللي احنا هنعمله إن احنا هنسرب معلومات عن تحركات اللواء صبري ومواعيدها. والموكب اللي هيتحرك هيبقى موكب فاضي. هدف سهل ومتحرك. وأول ما يظهر جابر وسليم هنبقى جاهزين لهم إن شاء الله.
اتفضل يا ابني. ازاي؟ انا هفهمك يا بهاء. ايه يا دودو؟ ما جيتيش ليه؟ كده يا بنتي هتتأخري على الشغل. انا مش رايحه الشغل النهارده يا ماما. ليه؟ اجازه النهارده؟ لا يا ماما، انا سبت الشغل خلاص. هو انت لحقتي؟ سبت الشغل ليه؟ انا سبت الشغل يا ماما، مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. طب ليه يا بنتي بس سبت الشغل؟ احنا ما صدقنا انك تشتغلي. ما انا بقولك مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. ايه اللي مش مفهوم في كلامي؟ خلاص خلاص، براحتك براحتك، خلاص براحتك براحتك يا بنتي براحتك. اتفضل اتفضل اقعد. انقل الخبر ده صفحه اولى. رانيا، اعملي حسابك النهارده في مؤتمر عن الاعلام ودوره في مواجهه الارهاب، وعايزك تحضريه. معلش انا مش فاضيه خالص النهارده. لا لازم تروحي، ده تكليف. يعني سيبك كل اللي في ايدك وتحضري المؤتمر. كنت عارف ان انا مش هلحق اي مكان، مفيش وقت، بس كان لازم اوصل لسليم، قصدي اللي ورا جابر، ان انا نفذت لهم كل طلباته، ان انا قتلته فعلا. علشان كده كلمت اللواء مجدي. حمزه قال لي على اللي ناوي يعمله. عشان كده قبل ما نخرج جابر من هنا لبسناه واقي من الرصاص. كده جابر ميت قدام الكل، يعني اللي وراه مش هيخطف اي حد تاني. والاهم ان احنا قطعنا الصله بين جابر وبين كل اللي معاه. وكده يبقى نعمل فيه اللي احنا عايزينه، ومحدش له عندنا حاجه. جابر قدامك فرصه تساعدنا من غير ما حد يعرف. انا عارف ان انتوا بتجهزوا العمليه كبيره قوي، وعارف انها هتحصل قريب. يا تتكلم يا جابر، يا اما انا بنفسي اللي هخليك تتكلم، وساعتها موتك مش هيبقى اشاعة. حتى لو اتكلمت مش سلام اللي هيحصل. مشكلتي انا يا جابر، لو اللي قاله ده حقيقي يبقى قدامنا كام ساعة عشان نمنع الكارثة اللي هتحصل. خمس دقايق وعايز كل الضباط عندي بغرفة الاجتماعات. حاضر. اتفضلوا يا حضراتكم. يلا، في ايه؟ طب احنا ورانا يوم طويل، انت تمام ولا ايه؟ انا تمام، هعمل بس مكالمة ضرورية وهحصلكوا على الأوضة. المشاكل ما بتتحلش بالشكل ده. لا تتحل ولا ما تتحلش، انا راجعه بيتي ومش جايه هنا تاني. طيب انا بس عايزه افهم هو عمل ايه عشان كل ده. اساليه كان بيعمل ايه مع الهانم بتاعته. غاده؟ غاده اللي وعدني انه عمره ما هيكلمها تاني وماشي معاها من ورايا. قول لها يا بيه كنت بتقابلها ازاي وبتعمل معاها ايه طول الشهور اللي فاتت. السمر عشان خاطر انا المره دي، تعالي نقعد كده ونهدى ونتكلم براحتك. قلت لك مش هقعد، ورقه تديني بالذوق بدل ما اخدها بالمحاكم. انت
رجعت تكلم غادة؟ احنا خلاص حجزنا، راجعين الكويت على طيارة بكرة الصبح إن شاء الله. أيمن الحمد لله كويس. الله يسلمك، بس بطمنا عليك أنت الأول. ماشي يا سيدي. طيب علي عايز أتسلم عليك. ألو؟ أيوة حمزة طمني، أنت كويس؟ أنا كويس جدا، ما تقلقيش عليا. طيب يا حبيبي أنا مش هشوفك قبل ما أسافر. حقك عليا يا عليا، بس وحياة أيمن ما تزعلي مني. لا يا حبيبي مش زعلان، بس عايز أسألك سؤال وجاوبني بصراحة يا حمزة. أنت اللي بيحصل معاك ده ليه علاقة بغادة؟ لا خالص خالص، غادة ملهاش أي علاقة باللي بيحصل، وأنا خلاص مفيش أي حاجة بيني وبينها. خدي بالك أنت بس من نفسك، هتوحشيني أوي. لا إله إلا الله. الو يا سليم، انت فين كل ده؟ ليه مش بتكلمني ولا بترد عليا؟ انا كويسه يا سليم، واحمد كويس، انت اللي فين؟ لا طبعا اقول له ايه، قلت له انك مسافر. ما تقوليش وحشني، لو وحشتك قوم تعالى. عمليه اخيره؟ حرام عليك، كفايه بقى يا سليم. ده هيبقى خط سيره اللي وصلني. احنا هيروح يحضر حفلة تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة يوم الاثنين اللي جاي. احنا هنقابله هنا اهو، دي هتبقى فرصتنا. انا بصراحة مش شايف انها فرصتنا ولا حاجة. احنا ولا العدد بتاعنا ولا السلاح اللي معانا كفاية، وبيني وبينك يا شيخ جابر حاسس ان هو كمين ومعمول لنا. أنا متهيألي تفكر في الحكاية دي تاني. أنت اللي المفروض تفكر كويس قوي يا سليم قبل ما تتكلم. أنت مش عايز مراتك وابنك هيمشوا معاك؟ ماشي، هسفرهم معاك، بس في نفس الوقت تسمع بقى اللي أنا بقولك عليه وننفذه. مفهوم؟ تمام. غادة، في واحد اسمه خالد على التليفون من الشغل عايز يكلمك. مش عايز اكلم حد يا ماما. طب اقول له ايه؟ قولي له نايمه مش موجوده، قولي ماتت، قولي اي حاجه انت عايزاها. يا بنتي ما تفهميني ايه اللي حصل. يا ماما انا من الصبح بقول لك مش عايزه اتكلم، مش قادره اتكلم، وانت عماله تزني عليا. خلاص بقى حرام عليكي. خلاص خلاص، حقك عليا، حقك عليا، انا اسفه. دلوقتي وباستجواب جابر قدرنا نحدد ضربتهم اللي جاية، والمرة دي هتكون سيادة رئيس الوزراء شخصي. سيادته راجع مصر النهاردة من رحلة قام بيها للخليج. ده معناه إن الضربة ممكن تتنفذ جوه المطار وبمجرد وصوله. تأمين مكان بحجم المطار مسألة مش سهلة. سيادة اللواء رفعت هيكون مسؤول عن تأمين خط سير رئيس الوزراء أول ما يخرج من المطار، وأنا هكون مسؤول عن تأمين المطار نفسه وهشرف على القوات اللي هناك. عشان كده حضراتكم هتكونوا معايا. أي استفسارات؟
اتفضلوا يا حضرتك. انا كلمت امن المطار وهم كمان هيبقوا معانا. ربنا يستر بقى والكام ساعه دول يعدوا على خير. المهم بس نبقى جاهزين لاي حاجه ممكن تحصل. طيب انا هروح اتاكد بس طيارات رئيس الوزراء هتوصل امتى بالظبط وارجع لك تاني. خد خليل ده معاك. الطيارة مش هتوصل قبل ساعتين. في حاجة غلط. في حاجة غلط. غلط إيه تاني يا حمزة؟ ما أنا لسه قافل معاهم قدامك أهو. الله. وقالوا لي إن الطيارة مش هتوصل قبل ساعتين، ده لو ما حصلش أي حاجة وتأخرت أصلاً. لا. أكيد في حاجة غلط. في حاجة غلط. مين اللي جاي دلوقتي؟ استني استني استني، انا اللي هفتح. مساء الخير، يا ترى غدا موجوده؟ ايوه، قولها مين؟ معتز شهاب، صاحب شركه ميجا اندستريز اللي غدا بتشتغل فيها. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ معتز، اتفضل. مساء الخير، اسف اني جالك من غير ميعاد. لا بالعكس، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم، اتفضل. يا ترى نقدر نقعد نتكلم شويه؟ اكيد اكيد، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. حضرتك تشرب ايه؟ لا مفيش لزوم، انا مش هطول. غدا، انا عرفت النهارده من خالد كل اللي حصل، وعايزك تعرفي ان انا اخدت اجراء ضد مروه. يعني تقدري تقولي كده انها مش هتقدر تضايقك بعد النهارده. مستر معتز، انا الحقيقه متشكره قوي ان حضرتك جيت لحد هنا، ومقدره ده جدا. انا الحقيقه ما حدش مضايقني، بس انا مش قادره اكمل في الشغل اكتر من كده. انا عارف انت حاسه بايه ومقدر كويس، انا بس عايزك تسمعيني. لما طلبت منك تيجي تشتغلي معانا في الشركه، انا كان عندي فكره كامله عن ظروفك وعن كل المشاكل اللي بتمر بيها، وبالرغم من كده انا حاولت اني اقعد. اقعد. ايه ده؟ في ايه؟ لما حاجتك بسرعه. انتوا مين وعايزين ايه؟ جايين نوديك لجوزك. احمد ابا، وحشتني يا حبيبي قوي. ايه اللي انت بتعمله ده يا سليم؟ بعت لي ناس يتهجموا عليا ويخطفوني. عادي افهمك. اجي على فين؟ افهمك. ها قلتي ايه؟ هو في بعد كده قواله؟ بقول لك ايه، الراجل جه لحد هنا، ما يصحش كده. أنا مش عايزك ترجعي الشغل عشان مكسوفة مني، أنا عايزك ترجعي وأنتِ متأكدة إن إحنا محتاجين لك، زي ما أنا متأكد إن واحدة بكفاءتك وموهبتك لا يمكن هتستحمل قعدة البيت. قلت إيه بقى؟ خلاص إن شاء الله هرجع. أيوه كده، مرة تسمعي الكلام. جريت. يبقى أنا هستناكي بكرة، ويا ريت ما تتأخريش، عندنا شغل كتير قوي مش عايزين نضيع وقت تاني، ماشي؟ حاضر أكيد. طب يا فندم، اي حاجه بس كده ما يصحش. خليها المره الجايه، اسيبكم تستريح. الله يخليك. انا اذنكم. اهلا وسهلا. انست وشرفت يا فندم. انست وشرفت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اظن بقى مالكيش حجه، نرجع الشغل وننسى كل اللي حصل. يا اخي
حرام عليك البهدله والرعب اللي انت معايشنا فيهم. بعت لي ناس يخطفونا من البيت في نص الليل وجايبني هنا وسط ناس مجرمين. انا مش مرتاحه خالص يا سليم، انا عايزه امشي من هنا دلوقتي حالا. ده بدل ما تاخديني بالحضن وتقولي لي وحشتني، اهدي اهدي وتعالي اقعدي. ما كانش في طريقه تانيه اقدر اقابلك بيها، والله العظيم لو كان في طريقه تانيه كنت عملتها، وانت عارفه كده كويس. اهدي، الناس دي بعد خمس دقايق هيمشوا وعمرك ما هتشوفيهم تاني ابدا، عشان احنا هنهرب، هنسافر. هنهرب ازاي؟ انت هتهرب ازاي من الناس دي؟ انا ما يهمنيش الناس دي ولا يهمني الداخليه، انا يهمني انت وابني وبس. انا ظبطت كل حاجه، وادي الباسبورات اهي معايا. ايه؟ لا يا سليم، لا انا خايفه، الناس دي عمرها ما هتسيبك في حالك. حتى لو مش عايزين يسيبوني مش هيقدروا يوصلوا لنا. بقول لك هنسافر، هنختفي، محدش هيعرف طريقنا فين. مش ده اللي انت كنت عايزاه يا غدا؟ مش ده اللي انت طلبتيه مني؟ ان احنا نسافر ونرجع نعيش مع بعض حياه طبيعيه تاني؟ ايه اللي حصل لك؟ ليه جايه دلوقتي بتترددي؟ ها؟ عايزه تسافري فين؟ نفسك تروحي فين؟ قولي بدل ما اختار انا وادبسك. يعني المره دي بجد يا سليم؟ بجد هروح قلب سليم. بحبك قوي. وانا بموت فيكي. سليم يا فندم هنا دلوقتي. متأكد؟ متأكد يا فندم. سليم بعت ناس خدوا مراته وابنه ليه علشان يهرب بيهم، وده معناه ان ما عندناش اي وقت، لازم نتحرك بسرعه قبل سليم ما يهرب. ايوه يا فندم، بس لو قبضنا عليه يعني في وجود مراته وابنه يبقى كده بنعرضهم للخطر، ولو ما حاولناش سليم هيهرب ومش هنقدر نوصل له تاني. يا فندم انا قواتي جاهزه ومستعد اتحرك دلوقتي. سياده اللواء عنده حق، وكمان يا جماعه لازم نامن مرات سليم وابنها، بس مش معنى كده ان احنا نسيب سليم يهرب. تقدروا توصلوا له في قد ايه؟ لو اتحركنا دلوقتي نوصل له في خلال ساعه بالكتير، ده لو سياده الرائد ما عندوش مانع. طب يلا يا جماعه جهزوا القوات وتحركوا على طول، وخليك على اتصال بيا طول الوقت. اتفضلوا يا جماعه. تمام يا فندم. فندم بعد اذن حضرتك، يعني لو عمليه القبض يعني هتتم النهارده انا عايز ابقى موجود. أرجوك يا فندم، ده طلب أخير. شكرا شكرا. ممكن أعرف بس إيه اللي بيدور في دماغك؟ إيه اللي خلى جابر يتكلم؟ عادي يا حمزة، عادي، عشان ما لقاش حل تاني قدامه، ثم إن رجالته أصلاً كانوا عايزين يخلصوا منه، وهو اللي عمل معاهم واجب مش أكتر. لا، رجالته ما بيتصرفوش من دماغهم، يعني لو هم فعلاً عايزين يخلصوا من رئيس الوزراء يبقى هو اللي أمر بكده. وبعدين فين سليم من ده كله؟ هتقول لي سليم تاني؟ سليم وزفت يا حمزه، سليم مات اتنيل. يا بهاء يا بهاء، انت عارفني من زمان قوي وعارفني كويس. لو انا مصمم على انه لسه عايش يبقى انا متاكد. ماشي يا حمزه، انت متاكد وتمام. سيبك بقى من كل دوت وركز معايا دلوقتي. سياده اللواء مجدي لسه قافل معايا من شويه وقال ان هم هينقلوا جابر السجن، بس مش هنقول ان هو لسه عايش. جابر هيتنقل من الوزاره دلوقتي؟ امال هيفضل قاعد لنا في الوزاره كده يعني زي قرد قطع؟ ثم احنا خدنا منه اللي احنا عايزينه كله. رايح فين يا حمزه؟ بكلمك يا حمزه. رايح فين؟ رد عليا بكلمك. رايح فين يا حمزه؟ يا حمزه بكلمك يا حمزه. بقى احكي بقى. هذا وقد لعبت الصحافة دوراً شديد الأهمية في الحرب ضد الإرهاب بسيل من الاختراقات والتحقيقات الصحفية والإعلامية،
التي كان لها عظيم الدور في كشف المتورطين من الخلايا الإرهابية التي تعمل داخل وخارج البلاد من أجل زعزعة استقرار الوطن. ولكن هذا لا يكفي، فدور كل صحفي وكل إعلامي في المرحلة القادمة هو أن يؤدي دوره اللازم للقضاء على الإرهاب واكتزازه من جذوره. وهذا ما قام به العديدون منا وفي ظل ظروف شديدة الصعوبة، خاصة من كانوا يؤدون دورهم في خضم المعارك حاملين أرواحهم على أيديهم وعلى استعداد لبذلها لينقلوا الحقيقة للقراء والمشاهدين في سائر أنحاء مصر. ونحن اليوم لا نتحدث عن الدور فقط، بل وعن المتطلبات التي يحتاجها أي صحفي. ونحن اليوم لا نتحدث عن الضوء فقط، بل وعن المتطلبات التي يحتاجها أي صحفي ليتمكن من تأدية واجبه، وعلى رأسها توفير غطاء أمني لرجال الصحافة والإعلام، وخاصة بعد سقوط البعض منا شهداء أثناء تأديتهم لواجبهم. وهذا ما تمكننا من الحصول عليه مؤخرا بعد سلسلة من المطالبات والتوصيات. ومن أجل هذا وجب علينا أن نوجه الشكر لسيادة الأستاذ الدكتور وسام محمد مسعود والأستاذ الدكتور محمد عماد حجاب والأستاذ الدكتور سامح سمير على مجهوداتهم المتواصلة في دعم الصحفيين والإعلام وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليه ليؤدوا واجبهم ودورهم. يكون بلا في المكان يا جماعة. لا إله إلا الله. غادة يا غادة. غادة إيه يا ماما؟ في إيه؟ تعالي يا بنتي شوفي إيه اللي بيحصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. في إيه؟ تعالي اقعدي. إيه ده؟ من ده يا بابا اللي بتمشي وتسيبني؟ لا يا حبيبي مش هسيبك تاني أبداً. هنسافر مع بعض وهنعيش في بلد جميلة جداً وهتروح مدرسة جديدة وهيبقى عندك صحاب جداد هيحبوك وهتحبوهم، بس مش هيحبوك أكتر مني، لأن أنا بحبك أكتر واحد في الدنيا. مش أنت عارف كده كويس؟ صح؟ اتحرك من هنا فاهم؟ ما تحركش من هنا ابدا، ما تحركش. مش شايفه كل اللي بيحصل ده؟ مفيش غيره يعمل كده يا بنتي.
يا بنتي سليم مات. سليم عايش، ده اللي حمزه قالهولي. هو انت قابلتي حمزه؟ هو جالي عشان يحذرني بس انا ما صدقتوش. صدقي يا بنتي ايه؟ ايه اللي صدقيه؟ هو ده كلام حد يصدقه؟ ما هو كل يوم والتاني في تفجير. يبقى سليم، سليم ايه بس؟ استني 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 استني. وما زلنا في انتظار بيان الداخليه بعدد القتلى والجرحى، لكن السؤال يفرض نفسه الان، ماذا يحدث بمصر؟ والى متى سيستمر مسلسل الانفجارات والعمليات الارهابيه؟ رايحه فين يا غاده؟ الضحايا رايحه قابل حمزه. قلت لك هنتقابل تاني.